الله. مرحبا مرحبا، مسيكم الله بنور السرور. يا حياك الله يا ابو مبارك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيه الاسلام. السلام ورحمه الله وبركاته. ونقول الحمد لله على كل اللي جانا، والحمد لله على فوزنا بالناضج اليوم. طيب دقيقه، لا تحرق الافكار كلها، خذ ابو شوق معك. صباحك الله بالخير. مرحبا. خلاص قد هوزت، بارك نفسك، كمل. الصوت بسمعك. اقول قد هوزت، بارك بارك، كمل. الحمد لله، أبارك لنفسي، مبروك أنا. أيوة. وأقول الله يطول عمرك ومسيك بالنور السرور يا أبو شوق. حبيبي مبروك الناضج، وتستحق إن شاء الله. أعطني خطتك أنت، أول صاحب أول خطة ذكية في الناضج اللي كانت 55 15 15 15. ناوي نفس الفكرة يا بن دفنة؟ والله على نفس النظام نعم، على أنا قلتها أصلا، قلتها على نفس الكلام. مين شركائك؟ شركائي اخترت والله اولا شباب، خلونا نركز بس. اولا نقول الله يمسيه بالنور والسرور راشد ابو رش. ايوه. ونقول الله يحفظه ويوفقه ويرزقه من حيث لا يحتسب، اخ غالي وصديق. امين. من شريك الاول يا حبيبي؟ وافي. الشريك الاول فارس البشيري محمد عثمان وسالم الخنفري. سالم وفارس ومحمد. ولا انسى اشكر طال عمركم عبد الرحمن المطيري، بتنازله بيض الله وياه، تنازل بحكم انها يقول ان عنده رصيد وانه مقبل على خير ان شاء الله، الله يوفقه يا رب. اشكره على هذا الشيء، واشكر اخوي منيف الخمشي على مبادرته انه سالم محتاج. وبعد صالح الزهري ما انساه قبل لا اخذ، قال اذا فزت لا تختارني، اختار ناس محتاجين. واشكر طال عمركم خالد المحميد انه بادر وخلى يقول يوظف منيف، ومنيف يستاهل. و يعطيك العافيه بن دفنه، كلهم والله بيني وبينك كلهم يستاهلون الشكر، الشباب وفرحتهم هذه تكفيني، وكلنا يبادر لاخوه بالخير، وهذا يدل على طال عمرك على تالفهم ومحبتهم لبعض. ابن دفنه ها، الله يعينك، الامانه ثقيله، وان شاء الله تقدر تحقق اعلى ربح. والله بخصوص اعلى ربح هذه اغسلها من مخي وشيلها من راسي، لانه مقبل توصيل المطعم للاداره. احنا قبل كنا نشتغل شغل حر، الحين ما عاد شغل حر. والله انت بن دفنه ذكي وتقدر تدبرها. طيب عبد الله، معك علي الغامدي. يا عبد الله ارحب يا علي. عبد الله هلا هلا، صاحب العهد الذهبي في الناضج. يا وين ذهبي الحين قد صدى. اول عهد ابتكر فكره بيع على الاعداد والشباب جوا، وكان متصدر في البيع، وفكره ذكيه ذكرتها على الشباب. الله يطول عمرك يا علي، وتستاهل، وكلهم بداوا من بعدك في اتخاذ هالفكره لكسب المبلغ الاكبر في البرنامج وفي الفقره هذه. الله يطول انت عمرك. قادر تجيب فكره ثانيه، وصدقني في مجال توسع النطاق، بحيث انك مثلا تجيب وجبات اكثر اكثر، انك تقدر تقنع الاداره انه في وجبات ممكن ندخلها على الفريق جوا الاعداد. والله شوف بقول لك شيء، الاعداد بحاول بقدر المستطاع، ولكن خوياي مستحيل اني اضغط عليهم، لانهم اعرفهم محتاجين مثل ما انا محتاج، حتى متعرف. يعني ظروفهم خاصه ذي الاوقات الاسابيع الاخيره كلهم خايف انه يطلع. طيب ابن دفنة، عبد الله اسمع دفنة. هاني معك فارس موجود؟ فارس بيجي الحين، جاء جاء جاء. طيب ارحب يا فارس. هلا فارس. هلا هلا، صباح الخير يا بعد راسي. صباحك الله بالنور يا مرحبا الحي. مبروك ال700 اللي حصلت عليها البارح. الله يبارك فيك يا قلبي، الله يبارك، وعسى الله ييسر امرك. معك ابو شوق يا فارس، انت عبد الله. فارس وعبد الله صبحكم الله بالخير جميعا. مرحبا، صباحك الله بالنور والسرور. يعطيكم العافيه. اليوم صار في نقاش، انا ما ودي نطرق للشعراء واسمائهم، لان القصائد قيلت في سياقات تعرفونها انتم، وانتم اخبر بالشعر مني. هل مناسب طرح مثل هذه الأبيات في قناة مثل بداية اجتماعية وهادفة؟ وتعرف أنت الأبيات فيها بعض الألفاظ الغير مناسبة، وأهدافها وسياقاتها ما كانت. شفيك يا عبد الله دنقت أبدا. عبد الله شوف دنقت. ما دنقت لا أضحك، بس من شيء طرالي. أسلم يا بن دفنة، أعطنا رأيك. اسمح لي بالله، ذكرنا بالأبيات. اسمح لي اسمح لي. أنت عارف يا بن دفنة، ما ودي نعيش. قناة بداية قناة اجتماعية العين وراسي، وأنا أحترم القناة وأحترم الإعداد وأحترمكم جميعا العين وراسي. الأبيات اللي انساقت حلو، لم يكن فيها وصف ولم يكن فيها قلة أدب. الشعراء أول كانوا يتباهون بالشعر الغزل ومن هذا الكلام، فحنا قلنا أبيات غزلية ما فيها سياق. لا فارس أنت رحت بعيد، أرجعك. أي لأنه ما فيها حياة. أنا نقاشي مو بالغزل. أقول لك شيء، طب صلى على محمد. نقاشي مو بالغزل. نقاش مو بالغزل يا فارس. نقاشي مو بالغزل أبدا. نقاشي الاشياء الثانيه. عطني عطني. ما ودي اقول ابيات. عطني عطني قصيده من بالضبط. لا 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 بن دفنه، احنا اتفقنا ما ندخل الشعراء. عبد الله الشعراء في النقاش. اي لا انا بقول لك شيء، بقول لك شيء، احنا ما نغلط ولا نخدش حياه احد ولا نخدش حياه، احنا براس وذنين يعني نعرف ايش. انت قصدك سياسيه؟
عبد الله اسمه لا 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 بغض النظر عن السياقات ابن دفنه الفاظ مثل زقاره ما ذكرناها ما ذكرت والله ما ذكرت ما ذكرت ما ذكرت طيب اخوي هاني اخوي هاني خذوني بحلمكم بس دقيقه اي صح 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 زقاره ما ذكرت ما ذكرت طيب شيشتي ذكرت ذكرتها للامانه ما اكذب عليك لا انا بقول لك شيء بقول لك شيء اصبر علي فارس اي خذ في النهايه ذكرتها ولا ما ذكرتها انت ذكرت القصيده الناس تحفظها كلها وفيها البيت المعروف انا شليت يا ابن دفنه يا بعد راسي عبد الله غلق الحال ابن دفنه انت جبت صوره جبت شيء واضح وشلت منه كلمه بس واضح انا السؤال ابن دفنه ما ودي نرجع نناقش الابيات وبيت بيت لان تعرف ان النقاش هذا مو بصالح احد السؤال تخليني اتكلم كلمتين ابى اخليك تتكلم بس انا سؤالي هذا يا حبيبي هل ترى انت تملك الجراه اذا كنت تغتر تقول اعتذر لانه فعليا انخصم عليكم انا ببلغكم الخصم ده هل ترى انه كان الافضل انها ما ذكرت يعني حتى انتم في نقاشكم مع طيب عبد الرحمن طيري قال هاني قال اصلا جبنا العيد وكنا نبراي هاني 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 حبيبي انا فعلا ذكرتها ومشيتها عشان ما اقدر اعيد الموضوع لان عمر بن الخطاب يقول اللهم صل على نبينا محمد ايش قال أميت الباطل الباطل بس سكوت ممكن احنا اخطينا احنا نسكت على هذا الشيء انا ما ارجع اكرره لان انا اخطيت فعلا في الكلمه جميل. هذه انت يوم رجعت فتحت الكلمه هذه فهاني على عيني وعلى راسي بس انا اتوقع اني انا مسكت عنها يوم قلت يا شيشتي والله العظيم اني قلتها وزله ومشيتها على طول عدلها وقالوا يا غريتي اي وعدلتها قلت يا قريتي فهمت انا فعلا اخطيت انا اعتذر ما هو قصه شيء جميل. الاعتراف بالحق فضيله لكن اذا انا اخطيت فهنا إذا سكتنا على الموضوع الخطأ يمشي سواء أنا خصم علي أو ما خصم علي أنا قلت كلمة قلت أنا لو أخذ الدرع أنا ممكن أخش برايم فهمتني ما أدري لأن ما أثق في نظام البرايم البرايم أني خاص ما صرت كيف ما تثق في نظام برايم ما أثق في نفسي أنا مو في نظام البرايم يعني أنا لو أجي أسبوع كامل أسبوعين ثلاثة في شوية يعني أنت عارف الواحد إذا شد حيله وجاب الاختبار ورسد تحز في خاطر أنا حزت في خاطر وقفت يكون شيء في البرايم فهمتني صدق يعني لا حد يلومني كلام بالخاطر هذا ممتاز فارس كلنا وكلنا معاك انه انت ما تستحق البراي لكن احنا نقاشنا على هذه فانا اقول لك انا اشكرك انك جالس تقول اخطيت وراحت انا اقول لك على عيني وعلى راسي حلو اذا انا اخطيت انا اعتذر فعلا انا اخطيت يعني اشكرك انا اخطيت هذا اعتراف بالحق فضيله لكن والله العظيم زلت لسانه زلت لسان ما توقعت انه ينفتح الموضوع حتى انا ما حاولت اعيد البيت بيض الله وجهك طبعا هذا جزء في ابيات ثانيه لكن الاعتذار يشمل الجميع أيه. ابن دفنه عبد الله انا اقول بخصوص القصائد اللي انا اديتها أنا حاولت اني اتنقص الكلمات اللي فيهن اسم شيء يعني يضر يعني يضر يمكن اطفال يمكن يضر ناس يعني محافظين انهم ما يبون ذي الاشياء توصل لبيوتهم ولا يبغون ذكرها تتكرر فشليت الاسامي انا متعمد شليت الأسامي وهم طبعا ما حد وضح أن القصيدة يعني حسب ما فهمت من إدارة ومن التوضيحات أن أي شيء اسم مثل زقارة شيشة هذه تشلها وكنيت كنيت العبرة في صدري ممتاز كنيت الهم في صدري جيد كنيت أشياء واحدة ما كنت على الزقارة رائع ليش أنت تفكيرك بالزقارة صح ولا لا رائع صح. بس السياق واضح ابن دفنة أنت ابن دفنة أنت اللي تفهم الشعر مو أنا صح أدري لكن كنيت كلمة ابن دفنة ما نبغى نناقش البيت هذا ترى في أبيات ثانية قل لا إله إلا الله محمد رسول الله بعدين القصائد ما تحبون الرخوم يدخلون الجنة في أبيات كثير خليها صبر يدخلون الجنة خليها تروح يا ابن دفنة لا تناقشها عطني الفكرة أنت ترى إنه في خطأ وتعتذر أما بقول لك شيء قصيدة الشاعر بدون ذكر اسمها يا عبد الله اشياء بعد راسي بالقصائد الفكره بشكل عام ابن دفنه ترى لك كامل الحريه تقول انا ما اخطيت وعادي قل لا اله الا الله محمد رسول الله قل لا والله مكابر عندي رافع هضم اي والله يا ابن دفنه مكابر قل لا اله الا الله ترى سهله يا ابن دفنه والله والله لو فارس عندي حبيت راسه قل لا اله الا الله يستاهل حبه الراس وانا منك ابوس راسه لكن اقول لك شيء عبد الله تسمح لي عندي اريد اكلم فواز عبد الله اقول لك شيء تسمح لي عبد الله اسمع خليني اتكلم بقول كلمه والله يا عبد الله ابن دفنه شوف الصدق انا اعتذر عنه لا لا والله انا على لا 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 عارف الكبر اللي لا لا فارس فارس كبر غرور ولا لا قل لا لا طب خلاص خلاص انا عادلك من دخل بس اقول شيء بس خلنا نتكلم انا وضح لي سم بس انا ذكرت اسم انا ليش ذكرت الفكره ذي ذكرت اسم لا يا ابن دفنة يا ابعد راسي خلاص انا اقول اذا يعني انا ليش ناقشت الموضوع ذا اذا انت مشيتها او عديت الكلمه ترى المشاهد ما مشاها شافها المشاهد وناقشها فحنا نناقش هالموضوع
تقويمه للخطأ إن حصل. والاعتذار يبرد الخاطر. والاعتذار يبرد الخاطر ويدل على كبركم ترى. لا لعيونك ما أسفي. والله أسف. لا لا لعيون المبادئ. أنا عيوني ما تنفعك. ولعيون المشاهد كامل إذا غلطنا على حد. مرفوع الله يسعد. مرفوع. والله شعري يبغى له مشط. مرفوع. أقولك والله العظيم إن أسفين إذا أنا دخلنا بيوت ناس وواثقين فينا وقلنا كلمات ما تناسب. لا لا بدفنا خطأ والخطأ يصير وبيض الله وجهك. ولكن هذا. ولكن لا من كبار. ولكن بتقول لك شيء. سم. والله العظيم إني حاولت بقدر المستطاع إني ما أذكر اسم. حاولت بقدر المستطاع إني ما أذكر اسم. حتى يوم قلت كنيتها الحرارة غيرت على طول فهمت. وما حد يفهمها بعدين هذه قصائد منتشرة من دوننا من قبلنا. صادق. معروف أكثر منا. بس مو كويس إن حنا نسلط الضوء على شيء كذا. أنا أقول شيء القصائد جميلة ورائعة وشعراءها هم أساطير الأدب في الوقت هذا. لكن ما ودنا نطرق هالأشياء في الزمن. وصل لك. أنا يا عبدالله بس عبدالله عشان وقتك معك أبو فزاع. أبو فزاع. سامي أبوي. صبر. مرحبا يا ابو فزاع. هلا والله يا ابو مبارك. كيف الحال؟ حياك يا حبيبي. عساك طيب. الله بخير. بس انا استغربت الجميع اخذ مسينا عليهم بالنور اللي انت قلت بمسي عليك بالنور السرور. قلت عسى ما في خاطرك شيء علينا يا ابو فزاع. والله يا حبيبي شوف الكلام اللي قلته قبل شوي يغسل مو القلوب وقلوب القلوب. اول شيء القلوب صافيه لكن مثل ما ذكرت انت الكلام اللي قلته خلاص ما عاد بعد كلامكم كلام. اللي كنا بنناقش في الموضوع لان قلنا المنبر ذا يستاهل يا عبد الله. وانت رجل حكيم ورجل صاحب كلمة وعندك اجمل من هالقصائد نحن ودنا نسمع اجمل. وبعدين عبد الله انت يا اخي نقاشاتك واذا دخلت في التاريخ واذا عدلت في التاريخ يا اخي تعجبني مداخلاتك التاريخية. فعندك موروث وعندك حفظ وعندك اشياء جميلة. يعني عبد الله انا خليني احييك اليوم على رفعك لاسم الملك سلمان. الله اكبر. والله العظيم يا عبد الله يستاهل. وخليني احييك على كلامك عن الملك عبد العزيز امس. الله يا رجل انا ابغاك كذا ودايم فوق قسما بالله. طول عمرك. فانت قبل شو الان انت فوق. وان شاء الله ان شاء الله احنا نصلح البعض. يوم يقول فارس ما تذكر احنا هذا دورنا عشان نبين وانتم تبررون يوم اعتذرت انتهى الموضوع. اليوم ما انسى دقيقة فارس. دقيقة فارس خليه يكمل نقطة. اليوم يا عبد الله على فكرة يا بن دافن اليوم جانا ابو سلمان وكان والله اني اتمنى اني اشوفكم فانا اعتذرت بالنيابه عنكم بحكم انكم بعد البرايم دائم تعبانين. بيض الله والله العظيم انت عارف ضيف عزيز علينا واحيانا احنا الضيوف ما نعلنهم الا الصباح لازم ما يروح الوقت. لكن والله يا ابو مبارك بيض الله رفعك لاسم الملك سلمان وانا اعرف انه من القلب وكلامك اللي بحراره عن الملك سلمان وعن المملكه العربيه السعوديه يا اخي دائم يرفع روسنا فيكم اهل الامارات. الله يطول عمرك. فاقول ما نزيد بعد الكلام اللي صار ابد. اعتذرت وانتهى وهذا من شيء مكتوب. اللي ترجم خلنا نتكلم عن ذي الموضوع. اسمعكم كلكم يا فارس دقيقه. اللي ترجم علاقتنا احنا ما هو الشعب الحكومه نفسها ترجم ذي العلاقه. واترك الكلام لحبيبي عبد الله. ابو فزاع قلت كلمة لهاني قلت له بغيت أقول له بس إن عبد الله خطم عليه وعشان كذا ضقت لأنها في خاطري وبقوله بسرعة عشان لا أحد يفهمها غلط. هاني يقول يوم فتح الموضوع أنا أشكرك هاني إنك فتحت الموضوع ممكن إحنا ما ندري عن الناس اللي برا ممكن الناس اللي برا قلبت علينا. هذا الكلام. أنا جاي أعتذر منك صدق والله دوبني أفهم ترى أنا ماني مستوعب اليوم صدر ضايق شوي فأنا أعتذر منكم لكن البارحة أنتم طلبتوني في الكونفشن روم وجيت آخر أربع دقائق. ما ادري كنتوا تبغوني والله كان معنا ضيف يا فارس شفتوه كلكم. اي انا ما ادري كنتوا تبغوني فعلى عشان كذا حتى جيت مره واحده قلت عشان الجمل بن محمل فارس جاي قاعد عندك فارس لبيت حاج. اول شيء فارس سبحان الله دخولك البرايمات طبعا في ناس يناقشنا على الخفي والله ما نعرف احنا الخفي كل الشباب اللي ما يدرون عن الخفي ولكن بقول لك شغله اخذت لك اعلى رصيد في البرايم الاخير لانك صراحه تمرست الان على البرايمات وما شاء الله تبارك الله وهذه مردوده قويه عليك في النهايه. ايضا ترى دورنا احنا هنا في كلام اليوم تعليق على الاحداث واحيانا نكون مرآة للجمهور لاجل انتم تعكسون الان اللي بينتوا انتم انا دائما اقول للناس هذول شباب وهذول ما هم ملائكه واحيانا اذا خرج منهم كلام هم عندهم القدره والشجاعه انهم يعتذرون عنه وهم ما حد ما يخطي كلنا نخطي. عموما انا احييك وحي ابو مبارك والشباب كلهم والله يعطيك العافيه. خير الخطائين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي كلمه اسلم. بختم بكلامي انا والله العظيم من زمان ضد الكلمات خاصه من الشعراء اللي هم قدوه. ليش شو اسوي زين وخاصه ابن دفنه انك تعرف انه في ناس تفهم الشعر زين فهمت صح يا ابن دفنه من زمان من زمان بقول لك شيء انا من زمان والله العظيم ذي الشيء في خاطري ان خاصه الشاعر والقدوه ان ما يبين الاشياء اللي ربي محرمها والشيء الثاني أنه ما يقصد قدام الشاشة وهو ماسك شيء
ربي محرمه ليه؟ عشان ان في ناس يقتدونه ويحبون به وهذا الشيء انا ضده من زمان، ولكن اليوم شاء الله شاء الله ان نتطرق لذي الموضوع ونقصد الاشياء وان شاء الله ان ما نعيد. طيب مبارك اسمح لي عشان الوقت دقيقه، علي يبغاك دقيقه عشان الوقت. عبد الله الشاوي اللي عندك صباح الخير. هلا هلا. يقول لك ما نزيد على السمن العسل. الله يطول عمرك. شاكر جدا ومقدر اعتذاركم الجمهور واحترامكم المشاهد وعقيده المشاهد وكل متابع لكم. احنا ما جينا الا علشانهم. انتم دخلتم كل البيوت وكل القلوب وكل العقول، اصبح يتابعكم الكبير والصغير والذكر والانثى وكل فئات المجتمع بمجملها، فاعتذاركم هذا من شيء من الرجال. الله يعطيكم العافيه، لا تشيلوا همها، فلنفترض خصم عليكم الليله على كلام المحامي هاني، ادمحوها لبكره. انت قدامك مطبخ الان فزت فيه، فارس شريك معك، اشتغلوا عليه، اشتغلوا على الافكار في المطبخ، لا تشيلوا هم اللي صار اليوم. الله يوفقكم، الاسبوع امامكم، ابدعوا فيه يا شباب. طيب عبد الله، عبد الله، عبد الله، سؤال، ايش سر العلم الاماراتي اليوم بشكل مختصر؟ ايش سر العلم الاماراتي اليوم تواجده معك؟ والله سر علم الاماراتي، اولا علم الامارات افتخر به كلنا جميع. الثاني يوم ان حفل عن الملك سلمان وعن وقفه الملك سلمان، علم الاماراتي لازم يحضر، لان وقفه الملك سلمان كلنا عارفها وقاموا معها للامارات. فحبيت ان علم الاماراتي يشارك، واحنا شاركنا في دم ما هو علم. بيض الله وجهك. لذلك انا بس حبيت اقول هاتي. شكرا، شكرا لكم جميعا، الله يبيض وجهكم. ننتظر عبد العزيز الزايد.